أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن عطاءات الشباب البحريني وحرصه على المساهمة والمشاركة في عملية البناء والتطوير الوطني يعد رهان مملكة البحرين الناجح لمستقبل حضاري وخلال كلمه لها في افتتاح جلسه محاكاه برلمانيه ضمن النسخه السابعه من برنامج الشاب البرلماني اشارت الدكتوره الفاضل الى اهميه المناقشات الشبابيه الموضوعيه والهادفه وما يصاحبها من تطبيقات ميدانيه متعدده واثنت الدكتوره الفاضل على الموضوعات الشبابيه المتميزه التي جرى مناقشتها ضمن تشكيلات اللجان الافتراضيه في جلسه المحاكاه البرلمانيه وما تم تداوله من افكار لتعديلات تشريعيه